السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. هذا الفيديو مميز كيف لا ونحن نذكر الشهيد البطل حسن شحاتة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نذكر قصة للشيخ البطل حسن شحاتة وهو يروي الرحلة إلى الرياض وإلى السعودية وإلى مناطق عديدة في السعودية، وهو يناظر وهو يتكلم بفضائله البيت عليهم السلام. طبعا الكل مجمع على شجاعة هذا الشخص في وسط السلفية، وهو يتكلم بفضائله البيت عليهم السلام والبراءة من أدائه البيت عليهم السلام ويجهر بالبراءة. نعم، الشهيد البطل حسن شحاتة لا يوجد شخص بصورة أو بأخرى منصف يختلف ويقول ان الشيخ حسن غير شجاع. لذلك الرحلة التي سيتكلم بها وكيف جابه الوهابية وكيف جابه السلفية وكيف بين كلامهم الكذب والافتراء وايضا دفع بعض الشبهات، هذا كلام سيكون مطابق لسيرة هذا الشخص. ستكون رحلة الشهيد البطل حسن شحاتة ستكون الرحلة الاولى بمناظرة، سنسمع ان شاء الله كامل الحوار اللي بالمناسبة انا ما قصيت لان هو اصلا مقطع هكذا. الشهيد البطل حسن شحاتة يدخل بمناظرة ويحسمها بدقيقة واحدة. الوهابية كانوا يقولوا له في هذه المناظرة ان زيارة الرسول او الاحتفال بمولد الرسول بدعة. بجواب مختصر، بجواب بسيط، اولا تنصيب الملك سنة، فقالوا نعم تنصيب الملك سنة، ولكن ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله تعتبر بدعة؟ قالوا نعم نعم، هم عندهم الملك اولى. أني اليوم متأكد أن الكثير من الشعب السعودي، وأنا أقصد الفكر الوهابي والذين يحملون أفكار وهابية، عندهم محمد بن سلمان هو الأول، عندهم محمد بن سلمان هو ولي الأمر اللي إذا مات ما عرفه أو ما أقر بولايته أو ما أقر بأنه هو الخليفة عليه بمعنى أو بآخر فيموت ميتة جاهلية. نعم، لذلك بكل بجاحة في ذلك الزمان، في ذلك الزمان تقريبا قبل 40 سنة أو 30 سنة، قالوا للشهيد البطل حسن شحاتة نعم وولادة أو احتفال بتنصيب الملك سنة، ولكن الاحتفال بمولد الرسول بدعة. فأجاب الشيخ البطل حسن شحاتة بجواب قرآني دمرهم بهذه الإجابة، حيث بين إننا نحتفل ونذكر ونقرأ آناء الليل وأطراف النهار آية قرآنية تخص ولادة النبي عيسى عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام. فإذا كنا نحتفل ونقر ونبين ونقرأ ولادة النبي عيسى يوميا وبكل ختمة قرآن نقرأ ونستبشر بهذه الولادة، فكيف بولادة من هو أعظم من النبي عيسى؟ نسمع إلى باقي مناظراته بعد نرجع بتعقيب، فخليكم في الفيديو. الرياض كانت رحلة عجيبة بتاعت الرياض. قبلها بفترة دعاني احد الاخوة الى الغداء وقال لي نتغدى في مطعم كذا وناكل سمك. قلت له طيب بس انت تعرفني؟ قال انا عارفك كويس وبعزمك يعني على الغداء. فلما قعدنا بعد الغداء قال لي ممكن تقبلني كصديق لك؟ قلت له طب مش عرفك انت منين ولا انت مين؟ قال لي انا اسمي هشال عبد العزيز خريص سعودي. قلت له لا اسمح لي انا لن اقبل صحبتك. قال لي لا انا مدني محب للنبي وآل البيت، وعشان كده باجي اصلي وراك، انا مش وهابي، انا من المدينة وبحب النبي وبحب آل البيت. قلت له على العين والراس، ما دام بتحب اهل البيت على راس من فوق قبلت صحبته. قال لي طيب الكارت بتاعي اهو فيه التليفونات، والشرط الاساسي اللي بشترطه عليك اني اول ما تنزل اي بلد في السعوديه مكه جده المدينه اتصل بيا بعد 2 ساعة بالضبط اكون عندك، لان انا في الرياض اجي لك على طول. ده عهد، فعاهدت هذا العهد خلاص. فلما وصلت فندق الرياض، فندق اللي كنت نازل فيه اسمه قصر الرياض في الرياض، فقلت اكلم اخونا هو هنا في الرياض ويجي لي. اتصلت بالتليفون رد علي قال الله تكلم منين؟ انت صوتك قريب مني خالص. قلت له انا هنا في الرياض.
الله، طب مش قلت لي ليه اجابلك؟ قلت له بس تعالى وانا احكي لك عن اللي حصل. فجاب ابنه وجه خير، قلت له الامر كذا وكذا وكذا وكذا، انشال وينحط وقعد يندم. انت جاي للوهابية في بيوتهم تقول لهم انت ازاي؟ قلت الله انت ما انا سايبهم بيندبوا في مصر، انت هتندب هنا تاني؟ ما انا جيت وخلاص. قال لي ازاي يا مولانا اللي انت بتعمله ده؟ انت تنتحر؟ قلت له لا ده انا جاي. قال تتناقش ايه؟ هم دول بيعرفوا يتناقشوا ولا عندهم مناقشات ولا هم؟ مش ممكن، مش ممكن اللي انت مفكر فيه انهم يبعدوا عن الوهابيه دي، مستحيله. قلت له طيب ماشي، بس المهم ان انا بارجو انك تجيب لي كاميرا فيديو والكاسيت عشان اخواننا عاوزين يسمعوا المناقشه في مصر. قال لي حاضر. بعت ابنه جاب الكاميرات والتسجيل وركبنا العربيه، انا راكب في عربيتي مع النقيب اللي هو معايا، ورحنا على بيت التويجري، لقينا عامل خيمه مخصوصه في ساحه القصر للمناقشه. على الباب رجعوا رجال، قالوا لا انت ما تدخلش. قلت لهم ده مش مصري، ده سعودي من عندكم وبيشتغل عندكم هنا في وزاره الداخليه. قالوا وان يكن ممنوع. كنت عشان يسجل، قالوا هنسجل لك كل اللي انت عاوزه. هو زعل بقى وخاف، فبقول له بتعالى لي الفندق. قال طيب ان جيت حب اجي لك. مش طيب قعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا اخوان، عاوزين ايه؟ قالوا ايه موضوع احتفال مولد النبي اللي انتم بتعملوه ده كل سنه واحتفال وميلاد الرسول؟ قلت الله، امال ايه؟ ما انتم عاوزين ايه؟ قالوا لا هذا بدعه. بدعه؟ قالوا اه، الاحتفال بمولد النبي بدعه؟ طب والاحتفال بتنصيب الملك عندكم دي سنه؟ ما الملك بيمسك وتعملوا حفله وعطله رسميه وتروحوا تسلموا، دي سنه؟ واحتفال النبي بدعه؟ عيد الجدادريه اللي بتعملوه والخيل تجري والسيوف تضربوا بيها وتلعبوا بيها، دي سنه واحتفال النبي بدعه؟ قالوا اه. طيب انت تحفظ القران يا سيدنا الشيخ؟ قال قلت له اقرأ لي سوره مريم. فبدا يقرا من اول مريم الى قول الله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قلت له بس اتعبد بقراءه ميلاد عيسى ولا اتعبد بقراءه ميلاد محمد سيد الكل؟ اللهم صل على محمد. قلت ازاي يعني؟ هو سكت طويلا، راحوا اثنين من العلماء وقفوا ورفعوا ايديهم قالوا ايه؟ قالوا نشهد الله انك على الحق وانا احببناك في الله وليكن ما يكن. طيب دارت الايام وعد اسبوع، قالوا لي هنجيب لك ابن باز. قلت هات اللي عندكم هاتوه، احنا ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحد، فهاتوا اللي انتوا عاوزينه. راحوا لابن باز وقالوا له تعالى في واحد، قالوا شوفوه لي واحد من اللي كانوا، قال وصفناه. قال لا مش رايح له ده، ما رضيش يجي. فدعانا الامير عبد الله لقصره في الرياض وذهبنا. امير عبد الله هو بيسلم علي قال لي احنا لا نقدس ابن عبد الوهاب، لا نقدس ابن عبد الوهاب، كان رجل مصلح واحنا نحترمه، لكن اتباعه هم اللي زودوا البلاطين وحرموا علينا الحلال. ده كلام الامير عبد الله ليا في قصري قبل ان اجلس على مأدبه الغزاء. طيب في الليله القادمه، ما قعد اسبوع المناقشات في الرياض. في الليله القادمه قلت للاخ اللي هو بيحرم زياره الحسين، قلت له ابن عبد الوهاب مدفون فين؟ قال لي في الدرعية على بعد 70 كيلو. تحب تزوره؟ شوف بس، شوف السفلة.
تحب السوق؟ فانا سكت ما ردتش عليه. تاني يوم الصبح لقيته جاي على الفندق في استقبال بيكلمني، قالوا فيه يا جماعه وزينه كده. فانزل لقيته جاي بعربيته جاي خير. قال لي اذا كان لي غرض تروح الدرعيه. قلت له بقى يا مجرمين اتحرموا علينا زياره الحسين وعاوزني اروح ازور ابن عبد الوهاب؟ طب ودي مش حرام؟ قال انت انسان عنيد. وراح ركب عربيته وماشي. طب السلام. وتمت المناقشة بحول الله وقوته في الرياض، وانا بركب الطيارة النقيب اللي بركبني قال لي انت شرفتنا وانا حبيتك، وعشان حبيتك بدي اقول لك اللي بيخالف المذهب الوهابي هنا من العلماء بيركبوه في طيارة ويسقطوه في قسم الرمال المتحركة، وكل يوم يرملوا اكل لغاية ما يموت. عشان انت بتسأل على الناس الاثنين اللي وقفوا حيوك تقول زي ما انا شرحت لك كده، ومع السلامة. طيب كنت من سنة 84 كل سنة كنت احج. الامير عبد الله وانا عنده في القصر قال لي ما تستنى معانا هنا. قلت له لا انا مش ممكن اسيب مصر واجي. قال لي طب تيجي تزورنا كل قد ايه؟ تيجي كل شهر؟ قلت له لا طبعا، ازاي كل شهر ابقى رايح جاي ازاي ده؟ امال قد ايه؟ قلت له كل سنه ممكن. قال طيب نبعث لك دعوه على نفقه الحرس الوطني في الحج، كل سنه تيجي تحج معانا. طيب فهو يبعثوا لي الدعوه والدساكر واروح كل سنه احج معاهم. المواقع اللي حصلت بقى في منى، كان يجي عبد الله الامير عبد الله ده كان يجي يقعد في منى ويطلبني اقعد معاه. فاحنا قاعدين فواحد من صوراتي جه زعلان وعمال يبكي، فقلت اساله الاخ ده بيبكي ليه؟ قال الشيخ عثميين، ما هناك صالح العثمانيين ولا العثميين مانيش عارف، مشهور يعني كان ورا ابن باز على طول. قال خد مني الكاميرا وقال لي التصوير حرام. قلت هاتوه فين الشيخ العثمين؟ هاتوه. فإجا قال ايوه التصوير حرام. الرسول قال هلك المصورون. قلت له بس الشيخ اتق الله بس هلك. قلت له التصوير المجسم الاصنام هي اللي حرام، لكن التصوير الفوتوغرافي ده خيال بيعكس على الورق. لو كان هذا التصوير حراما لكان النظر في المرآة حراما. قال لي صح. قلت له طيب تجيب لي الراجل كاميرا بدل اللي انت كسرتها منه. فتعهد انه يجيب له كاميرا. دي واقعة حصلت في منى. وانا في المسجد النبوي الشريف عدة وقائع. اول واقعة ان في عيال بيبقوا قاعدين حوالين الحجرة الشريفة من السعوديين قال عشان يحوشوا الناس. فواحد مصري اهبل بيتكلم مع واحد منهم فقال له هذا جيفة عن النبي. انا بجوار الرسول واستغفر الله لاني انا رفعت صوتي بس غصب عني لانه هو قال الكلمه دي. تخرس يا كلب من شده ما انا قوه الصوت اللي طلعت مني وقعت الواد على ظهره. وقع على ظهره مش لطيته بايدي بس كلمتي اخرس يا كلب وقع على ظهره. وطلعت يجوا الناس التموا الشرطه والبتاع شافوا الواد شالوه ويجي واحد منهم يجري ورايا كيف انت توقع؟ قلت له انا ما لطيتوش. قال فين جوازه؟ قلت له اول ما شاف بقى الامير بدر بيدعو فلان الفلاني دعوه من الامير بدر جاي تبع سيده بقى. قال لي طيب اتفضل خذ جواز. الكرامات اللي حصلت بجوار سيدنا النبي بقى، في واحد عالم في المدينه في شهر رمضان بيعقد من بعد العصر جلسه يقرا فيها البخاري. انت معك كتاب وده معك كتاب كله انا اقرا حديث وانت تقرا حديث وهكذا. الشيخ اللي عامل الحلقه دي اسمه الشيخ المحضار، وكان بيبعت ياخد شرايطي من مصر، شرايط الجمعه بيجيبها كل جمعه بتجي له المدينه. فعزمني على الفطار في بيته. المهم قعدنا
لقراءة البخاري. تعرفوا الحديث اللي يجي عندي حديث ايه؟ قم أبا تراب، قم أبا تراب. فأنا رحت مطبق الكتاب، قلت أعرفكم بقى مين هو أبو تراب بقى. بدأت أتكلم في سيدنا الإمام. طبعا هناك ممنوع تدي درس إلا بتصريح وقصة. أنا قعدت أتكلم وكل الأمن التم والناس وكله ولم أبالي، حبيت أعرفهم مين هو سيدنا علي. طيب الكتاب لف تاني اللف، عارف الحديث اللي يجي عندي تاني مرة مين بقى؟ دي اعتبرتها كرامة من أمير المؤمنين. الحديث الثاني اللي جاني في البخاري في كتاب اللباس أنه أهدي لرسول الله حلة حمراء فحملها وقال هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله، ثم أرسلها إلى عمر. يا سلام يا سلام، في البخاري كتاب اللباس، هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله ثم أرسلها إلى عمر. لازم يحط الشيء في محله يا حضرة النبي. فجاء بها عمر يحملها ويبكي ويقول يا رسول الله قلت كذا وكذا ثم أرسلتها إلي، قال إما أن تلبسها وإما أن تتصدق بها. رأسي وجعان يعني معناها إما أن تلبسها وإما أن تتصدق بها. خلاص يلا خرجنا للعمرة عشان أوريكم علماء السعودية واللي بيقولوه. خرجنا للعمرة في شهر 12 سنة 87 حول الكعبة، خلصنا الطواف، لقيت واحد عالم قاعد على دكة بين الركنين المعظمين، بين ركن الحجر والركن اليماني على بعد كده، وبدي درس. تعرفوا بيقول ايه في الدرس؟ بيقول الجماعة المدحين اللي بيمدحوا النبي ويقول يا حبيبي يا نبي هؤلاء كذابون منافقون دجالون خبر اسود. فانا وقفت معايا اثنين احباب من مصر كنا بنأدي العمرة مع بعض، قال يا مولانا انت عارف الناس دي مخها تعبان ويلا بينا عشان بدنا نتغدى ونشوف اللي قلتها، لازم ارد لازم ارد عليه ما ينفعش. فشاورت له كده قلت له يا رجل الا تتقي الله وانت في ساحة البيت الحرام ان تفتري هذا الافتراء على الله؟ قال ايش تريد؟ قلت له اريد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اي واحد يقول انا بحب النبي وبكذاب ودجال ومنافق ازاي يعني؟ انت ما قريتش الحديث اللي رواه البخاري متى تقوم الساعة؟ قال وما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحبب. أولا رحمة الله على هذا الشهيد البطل، الشهيد البطل حسن شحاتة على هذه الاستدلالات وعلى نقض الشبهات. لاحظتم كيف نقض بشبهة الاحتفال، نقض أيضا بموضوع مناظرات أو عفوا الموضوع زيارة قبر محمد بن عبد الوهاب. كيف استدرج هذا الوهابي السعودي بأن أنت شخص تقول أو سأل عن موضوع محمد بن عبد الوهاب؟ طبعا الموضوع الدعوي يحتاج لذكاء أكثر من كونك أنت شخص فقط تقرأ وتقرأ وتقرأ وتمتلك معلومات، الذكاء مهم. فشهيدنا البطل كان تصرف بذكاء فسأل على قبر محمد بن عبد الوهاب، ف قالها الوهابي له نعم إذا تريد أن نذهب لقبر محمد بن عبد الوهاب. يتبين لك الخبث الوهابي، يتبين لك الكذب الوهابي والنفاق الوهابي والنصب الوهابي لأهل البيت عليهم السلام. ولا شنو معناها؟ شنو معناها تذهب لقبر محمد بن عبد الوهاب؟ تزور قبر محمد بن عبد الوهاب ولكن قبر الإمام الحسين عليه السلام تمنعوننا أو تشركون أو تجعلون من يقوم بذلك هو شخص مشرك. كل هذه مناظرات. أيضا تكلم بخصوص حديث الإمام علي عليه السلام وكيف قرأ في البخاري. نقول ونكرر هذا الشهيد البطل لا يوجد شخص يختلف على فراسته، ذكاء، شجاعة، فرحمه الله ورحم من استشهد مع والعار لمن ارتكب هذه الجريمة البشعة بحقه. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، وانتظرونا إن شاء الله حبينا أن نذكر الشهيد البطل حسن شحاتة بهذا الفيديو. نرجو بقراءة الفاتحة لروحه وأرواح شيعة أمير المؤمنين
عليه السلام، وإن شاء الله تنتظرونا بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين ننتظرون خادمكم ومحدثيكم علي، وفي أمان الله.